السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع مراجعة طريقة حل الندمة بالنسبة للأولى باك أدب أو علوم إنسانية. إذا نبدأ بالقاعدة، ندمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين تكتب على شكل AX زائد B إيكالاي تساوي C، ثم A فتحة مثلا X زائد B فتحة إيكالاي تساوي C فتحة. الشكل العام لندمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. طريقة الحل، نحسب المحددة دي، دي تساوي، لاحظ جيدا، دي نضع A فتحة B B فتحة B B فتحة، يعني في الأول معاملة X وفي الثاني معاملة Y، وهذه المحددة تساوي، يعني نقوم بهذه العملية، هذا العدد في هذا العدد ناقص هذا العدد في هذا العدد، لأنه هو كما هذا العدد في هذا العدد ناقص هذا العدد في هذا العدد، إذا A في B فتحة، عفوا هنا نضع A فتحة B بفتحة هنا بفتحة، إذا A في B فتحة ناقص A فتحة في B، واضح؟ A في B فتحة ناقص A فتحة في B، إذا هنا لدينا حالتين، الحالة الأولى D يساوي صفر، إذا كانت D يساوي صفر هنا لدينا فرعين، الفرع الأول إذا كانت دي إكس، إذا كانت دي إكس يخالف صفر أو دي إكراك يخالف صفر، ونكتبها في السطر واحد، إذا كانت دي إكس يخالف صفر أو دي إكراك يخالف صفر فإن S تساوي مجموعة الفرع، يعني ليس الندمة أي حل، واضح؟ إذا كان dx يساوي صفر و dy يساوي صفر، يعني d يساوي صفر و dx يساوي صفر و dy يساوي صفر، فإن حل المعادلة يكتب كما هي، يعني لها ما لا نهاية من الحلول، يمكن أن نكتب إذا للندمة ما لا نهاية من الحلول ثم نعبر عن الحل كما هي، راح جيد. S نكتب زوج X Y ينتمي إلى A استثناء، بحيث نكتب كما يلي دائما نفس الطريقة، ثم نكتب إحدى المعادلتين AX زائد BY تساوي C، إذا نكتب الحل كما يلي بصفة عامة. أما إذا كان D يخالف صفر، D يخالف صفر، هنا لدينا حل واحد، لأن الربح حل واحد هو نحسب X ونحسب Y، X يساوي لاحظ جيدا هو DX على الدي، إذا كيف نحسب دي إكس الذي قمنا باستعماله هنا؟ دي إكس لاحظ جيدا نضع مثل الدي، لكن يعني يشبه الدي، لكن نغير هنا إكس، نغير معاملة إكس بالسي سفتها، يعني ما كان معاملة إكس نضع السي سفتها وتبقى بير بفتحة كما هي، ثم نقسم على الدي، إذا نحسب ما يلي ثم نقسم على الدي، ثم نحسب إيكراك، إيكراك يساوي أوضح أكثر، دي إكراك على دي، يعني إكراك تساوي دي إكراك على دي تساوي، ثم دي إكراك بنفس الطريقة، ما كان معاملة إكراك بي بفتحة، معاملة إكراك هو بي بفتحة، نضع سي سي فتحة، يعني تبقى أ فتحة مكانها، ومكان بي بفتحة نضع سي سي فتحة، إذا هذه هي الطريقة، ثم نكتب الحل S هو الزوج، نكون قد حسبنا إكس ثم إكراك. والنتيجة هي كما هي، إذا لدينا الخطط التالية يجب يعني كتابتها في ورقة بيضاء ثم نستعملها في إنجاز التمارين التالية بعد عدة استعمالات للخريطة الذهنية، سوف يعني تتم أو سوف تنقل إلى الذهن، ثم نستطيع إنجاز التمارين بدون استعمال الخريطة لأنها انتقلت إلى الذهن، واضح؟ إذا الخلاصة هي كما يلي، والآن مع إنجاز بعض التمارين. قم بتوقف الفيديو ثم قم بنقل هذه الخلاصة في ورقة بيضاء، وبعد ذلك حاول أن تنجز التمارين.
ثم يعني تقوم بملاحظة الحل في الفيديو. إذا أمسح خلاص. نبدأ بالنغمة الأولى. النغمة الأولى. ثلاثة إكس زائد خمسة إيكغيك تساوي ناقص واحد، ثم إكس زائد اثنان إيكغيك تساوي اثنان. إذا نحسب دي. دي معاملة إكس ثلاثة واحد، هنا واحد لدينا إكس يعني معامل هو واحد إكس، يعني واحد ثلاثة واحد خمسة اثنان، ثم نقوم بحساب يعني ثلاثة في اثنان ناقص واحد في خمسة، ثلاثة في اثنان ستة، ناقص واحد في خمسة خمسة تساوي واحد، واحد يخالف صفر. إذا نمر من طريق التي فيها الدي يخالف صفر، وهذه الطريق تقول يجب حساب إكس، إكس يساوي دي إكس على الدي، واضح؟ كيف نحسب دي إكس؟ قلنا دي إكس يعني نقوم بحذف معاملات إكس هما ثلاثة واحد، ثم نعوضها بناقص واحد اثنان بالسيس فتحة، يعني ناقص واحد اثنان ثم خمسة اثنان تبقى كما هي، على الدي هي واحد، إذا تساوي ناقص واحد في اثنان يعني نفس الطريقة، ناقص واحد في اثنان ناقص اثنان في خمسة، ناقص واحد في اثنان ناقص القاعدة ثم اثنان في خمسة على واحد، إذا تساوي ناقص واحد في اثنان هي ناقص اثنان، ناقص اثنان في خمسة هي ناقص عشرة. نبدأ بالجدة، بعد ذلك نقوم بالطرح والجمع، على واحد، إذا ناقص اثنان ناقص عشرة هي ناقص اثنا عشر، على واحد يعني تساوي ناقص اثنا عشر، ثم نقوم بحساب إيكغيك، إيكغيك هي دي إيكغيك على دي، دي إيكغيك قلنا نقوم بحذف معاملة إيكغيك ثم نعوضها بناقص واحد اثنان. على الدي هي واحد، نساوي ثلاثة في اثنان ناقص واحد في ناقص واحد على واحد، تساوي ثلاثة في اثنان ستة، ناقص مع ناقص تصبح زائد، يعني ناقص بينهما جداء، عندما يكون عدد سالب في عدد سالب يعطينا عدد موجب، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، تصبح زائد واحد على واحد، ستة زائد واحد سبعة، على واحد يعني سبعة، إذا الحل هو سبعة، إذا نكتب الحل كما هي اس تساوي إكس هي ناقص 12 وإيكغيك هي 7. إذا أردت التأكد هل الحل صحيح أم خطأ أعوض 3 إكس يعني 3 في ناقص 12 هي ناقص 36 زائد 5 بإيكغيك، 5 في 7 زائد 35 تساوي كم؟ ناقص 36 زائد 35 هي ناقص 1 صحيح. نعوض في المعادلة التالية، إكس هي ناقص 12، 2 في إيكغيك هي 2 في 7 14، ناقص 12 زائد 14 هي 2، إذا صحيح، إذا الحل هو حل صحيح. المعادلة الثانية، إذا نحل في أروس 2 النظمة، النظمة تقول 2 إكس زائد 3 إيكغيك تساوي 7، ثم 3 إكس ناقص إيكغيك تساوي 5. إذا بكل بساطة نقوم بحساب دي يساوي 2 3 معاملة إكس، ثم معاملة إيكغيك 3 ناقص، لاحظ هنا ناقص إيكغيك يعني ناقص 1، واضح؟ إذا تساوي 2 في ناقص 1 ناقص 3 في 3. نبدأ بالجودة، 2 في ناقص 1 هي ناقص 2 ناقص 3 في 3 هي 9، ناقص 2 ناقص 9 هي ناقص 11، محسوب ناقص 11 تخالف الصفر، إذا نمر بنفس الطريق يعني بالنسبة للتمرين الأول. كملاحظة يعني في معظم التمارين المطروحة في الامتحانات السابقة حول النظمات لدينا الدي يخالف صفر، يعني دائما نمر بالطريق التي يعني في الخريطة
دي تخالف صفر. دائما لدينا حل واحد، لكن يجب ان نتعامل مع الحالات الاخرى، ربما في هذه السنه سوف يكون يعني تمرين حول الحالات الاخرى، ودائما النظمه تكون عليها النقطتين، يعني نقطتين يعني امر مهم. الور دي يخالف صفر يعني نقوم بحساب اكس ثم اكراب اكس جزئيه دي اكس على دي، اذا تساوي دي اكس قلنا نقوم بحذف معامله اكس ثم نعوضها بسي سي فتحه، اذا معامله اكس هي 2 3 نعوضها ب 7 5 ثم 3 ناقص 1 تبقى كما هي، معامله اكراب تبقى كما هي، على دي هي ناقص 11، اذا تساوي 7 في ناقص 1 ناقص قاعده 5 في 3 على ناقص 11، إذا تساوي 7 في ناقص 1 هي ناقص 7 ناقص 5 في 3 هي ناقص 15 على ناقص 11، إذا تساوي ناقص 7 ناقص 15 هي ناقص 22 على ناقص 11، تساوي ناقص مع ناقص 1 في 22 على 11 هي 2، إذا قمنا بحساب إكس إيكراك هي دي إيكراك على دي تساوي، قلنا دي إيكراك نقوم بحذف معاملة إيكراك نعوضها بالسي سي فتحة في دي، إذا 2 3 ثم نعوض 3 ناقص 1 ب 7 5 دي هي ناقص 11، إذا تساوي 2 في 5 ناقص 3 في 7، نبدأ بالجودة جودة جودة ثم نقوم بالطرح، 2 في 5 10 3 في 7 21 10 ناقص 21 هي ناقص 11 على ناقص 11، عدد على نفسه يعطينا واحد، إذا الحل النظمة هو حل واحد وهو الزوج إكس هي 2 وإيكراك هي 1، إذا هو الحل المناسب للنظمة. يمكن أن نتأكد 2 في 2 4 زائد 3 في 1 يعني 3، 4 زائد 3 7 صحيح، نعوض هنا أيضا 3 في 2 6 ناقص إكراك يعني ناقص 1 هي 5 صحيح، إذا الحل صحيح. أعود فقط لأتأكد، نمر إلى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة نحو النظمة إكس زائد 3 إكراك تساوي 7 ثم 3 عفوا نعم 3 إكس زائد إكراك تساوي ناقص 3، قلنا النظمة رقم 3. إذا نقوم بالحساب دي، قلنا دي معاملة إكس واحد، هنا إكس يعني واحد، ثلاثة، ثلاثة واحد، تساوي واحد في واحد، ناقص ثلاثة في ثلاثة، واحد في واحد، واحد، ثلاثة في ثلاثة، تسعة، واحد ناقص تسعة هي ناقص ثمانية، تخالف صفر. قلنا معظم التمارين لدينا دي تخالف صفر، يعني لدينا حل واحد اكس يساوي دي اكس على دي، قلنا بالنسبه للدي اكس نقوم بحذف معامله اكس ونعوضها ب 7 ناقص 3، اذا 7 ناقص 3 ومعامله اكس تبقى كما هي في اكس على دي هي ناقص 8، ان تساوي 7 في 1 ناقص القاعده ناقص 3 في 3، إذا ناقص عندما تلتقي الإشارتين أضع الأقواس في 3، لاحظ جيد 7 في 1 ناقص قاعدة هذا العدد في هذا العدد وهذا العدد هو ناقص 3 في 3، واضح على ناقص 8، إذا تساوي 7 في 1 7، هنا انتبه جيدا ناقص مع ناقص تصبح زائد لأننا هنا لدينا في ناقص مع ناقص تصبح زائد، إذا زائد 3 في 3 هي زائد 9 على ناقص 8، إذا 7 زائد 9 هي 16 على ناقص 8، إذا نسوي ناقص 2 ناقص 2 وإكراك هي دي إكراك على دي، ودي إكراك نعوض معاملة إكراك ب 7 ناقص 3 يعني 1 3 7 ناقص 3 على ناقص 8، إذا 1 في ناقص 3 ناقص 3 في 7
على ناقص 8 إذن تساوي 1 في ناقص 3 هي ناقص 3، ناقص 3 في 7 يعني ناقص 21 على ناقص 8 إذن تساوي ناقص 3 ناقص 21 هي ناقص 24 على ناقص 8، ناقص مع ناقص 1 في 24 على 8 هي 3، إذا ناقص ناقص 2 3. نمر إلى الحالة الثالثة والأعرف والرابعة والأخيرة. ونحولنا الماء رابعا، نحولنا الماء ناقص 4 إكس زائد 3 إكراك تساوي ناقص 5، ثم 3 إكس ناقص إكراك تساوي 5. إذا نقوم بحساب دي بكل بساطة، دي هي ناقص 4 3 و 3 ناقص 1، ناقص 4 3 3 ناقص 1 تساوي ناقص 4 في ناقص 1 ناقص واحد. ناقص 4 في ناقص 1 ناقص 3 في 3، ناقص 4 في ناقص ناقص عندما يكون لدينا عدد سالب في عدد سالب يعطينا عدد موجب، يعني زائد 4 في 1 هي 4، ثم ناقص 3 في 3 هي 9، 4 ناقص 9 هي ناقص 5، إذا يخالف صفر نفس الحالة. إذا نحسب إكس، إكس هو دي إكس على دي، إذا قلنا دي إكس نقوم بحذف معاملات إكس ثم نعوضها بسيس افتحان ناقص 5 5. إذا ناقص 5 5 3 ناقص 1 على D هي ناقص 5، إذا ناقص 5 في ناقص 1 ناقص 5 في 3، يعني حاول أن دائما أن تضع الأعداد السالبة بين قوسين، ناقص في ناقص يعني زائد 5 في 1 5، قلنا ناقص 5 5 في 1 5 ناقص 5 في 3 15 على ناقص 5، 5 ناقص 15 هي ناقص 10 على ناقص 5، إذا تساوي ناقص مع ناقص وحدة في 5، 10 على 5 هي 2، إذا تساوي 2، إكراك هي دي إكراك على دي، دي إكراك نحذف معاملة إكراك ثم نعوضها بناقص 5 5، ناقص 4 في 5، ناقص 3 في ناقص 5. تساوي ناقص 4 في 5 هي ناقص 20، ناقص 3 في ناقص 5 ناقص مع ناقص تحذف لأن لدينا في، إذا 5 في 3 15 يعني زائد 15 على ناقص 5، إذا ناقص 20 زائد 15 هي ناقص 5 على ناقص 5، عدد على نفسه يعطينا 1، إذا S هي 2 1، ثم نتأكد إذا كان X 2 ناقص 4 في 2 ناقص 8 إكراك 1 زائد 3 هي ناقص 5 صحيح، 3 في 2 6 ناقص 1 هي 5 صحيح، إذا حلنا الماء هو زوج 2، إذا نشكركم وإلى تمارين أخرى بحول الله.